انا شو اسوي بالكلام؟ اريد تنفيذ بدون 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 فائده. سيده ريما يعني الوزير قال لك اسمحي لي سيده ريما، يعني الوزير قال لك ما بارك الله بكم جهودكم خيره، ما علمتي رحتي قابلت الوزير بواسطات يعني ما رحتي دايركت جهود خيرين. لا جهود خير يعني الخيرين يلا خلوك تشوفين الوزير. مع العلم انت مديره معهد وما حد تطوعي يعني هذا. والله استاذ مثقشني الموقف اللي ما انساه له هو للوزير الوزير عادل الركابي انه هو عمل اطفالي كلها راتب معين، يعني هذا الشيء يعني انا اشهد له بجهود الخيرين المسؤولين اللي وصلوني للوزير. بصراحه كل اطفالي اللي انا كل اطفالك مال المعهد راح اعمل لهم راتب معين. هاي ايمت الكلام؟ هاي قبل سنه، هاي من قبل هذاك رمضان. والحمد لله جت أسماءهم، وبصراحة يعني هذا شيء يعني يحسب له إيجابي، يعني هو عمل لهم رواتب. بس من الناحية توفير معهد موقع أو توفير رواتب للكادر، هاي الأمور بصراحة يعني غير متوفرة، يقول ما عندنا يعني هيك صلاحيات. طيب يعني أين يذهب الأطفال في حال غادرتم الموقع سيدة ريما؟ والله بصراحة أنا الأطفال إذا انسد الموقع راح يبعدون بالبيوت، وراح هم يرجعون إلى نوبات ثانية. بصراحة هسه جميع المسؤولين كلهم يفرحون إنه يبنون الوطن، وأني بوجهة نظري يجوز أني غلطانة، بس أنا بوجهة نظري بناء الإنسان قبل بناء الأوطان. أشنو الفائدة إنه نبني وطن ونعمل رصيف، وأشنو الفائدة إنه أطفالنا كلهم حالاتهم صدمة وحالاتهم النفسية وحالاتهم الصحية ما زينة؟ بصراحة كلهم راح ترجع عليهم يسوؤون ويبعدون ببيوتهم وما يتعلمون، وراح تزيد حالات التسول وراح تزيد حالات التعنف، كل الأمور راح ترجع يعني سلبية بالنسبة لنا. بس أنا اللي أقيد عليه يعني بصراحة ما أقدر أسوي هذا الشيء اللي قدمته، وأسف يعني الأمور صارت بيديكم. أتمنى من مصطفى الكاظمي يعني هو اللي حلنا، هي بس بيده الوحيد هو اللي حلنا، لأن أنا كل الأمور يعني سبحان الله انغلقت قدامي، بس ظل هو ناشده. أتمنى يعني بالتأكيد المسؤولين بالدولة العراقية يشاهدون يسمعون كلامك ويشاهدون الحصاد الإخباري من التغيير، وأكيد ربما يعني ندعو من الله أن يكون هناك تحرك من أجل هؤلاء أولادنا يعني أولاد الوطن هذا. أنا أشكرك جزيل الشكر السيدة ريما كشمولة مديرة معهد الطفولة السعيدة.